السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين لاباس؟ بخير هانيه. اش كتعاودوا اليوم؟ تنحيدوا البقوله انتوما مع حليمه مولات الليمون ومولات البقوله. انتوما اصدقائي بقاو معايا، انتوما حقكم بالبقوله واخا الشتا ما كايناش. حليمه راه موجوده عندها البقوله. ايوا المهم حليمه ما كتباش، ان شاء الله شي مره شي مره تبان معانا ان شاء الله في الفيديو الاخر. انتم الاصدقاء ديالي ما تنساوناش بواحد اللايك والبارطاج الى عجبكم طبعا الفيديو، وبقى معنا حتى الاخر. وها انتم الليمون، مرحبا بكم في الليمون ديال حليمه والبقوله. يلا بقاو معايا حتى الاخر. الاصدقاء ديالي واخا الشتا ما كايناش، راه كاين شي شويه ديال البقوله بالحق، البقوله نقيه في وسط الليمون. ها الحريقه ها. واخا انتما الاصدقاء ديالي الليمون، حنا ما بغيناش دابا الليمون، بغينا على البقوله. مازال الليمون خاصو شي شويه ديال الطياب. انتما الاصدقاء ديالي الليمون عند الصديقه ديالي، وانا الغرض ديالي غير بهاد البقوله هادي والخبيزه. المهم ما عرفتش كيفاش كتسميوها نتوما، كل واحد وكيفاش كيسميها. ايوا راكم عارفين هاد العام هادي الشتا شي شويه ناقصه. ايوا اختكم فاطمه الفلاحه هي كتجمع البقوله، عاوتاني نصيبو بها شي طبيسيل. هانتوما راه نقيه في وسط الليمون، هانتوما شتي البقوله. جينا للخدمه وقلنا علاش ما نشاركوش معكم هذا الفيديو هذا ديال البقوله. تبارك الله البقوله هنايا مع الارض قويه تتسقى بالماء، كتعطي كاينه سميتو البقوله، ولكن البلاصه ديال البور راه ما فيهاش. هانتوما بحال هادي، حيد ليها غير حيد راه طريه. ايوا هذا مكان طبيعه غزاله الصراحه. الله احنا في بلاد الليمون. انا جمعت شويه البقوله بعدا وانا توضرت لحليمه، ما عرفت فين توضرت لي انا، تخشيت وسط الليمون. الله البقوله قليله قليله قليله، فين كتلقاه قليله، ما تيقوش ديك البقوله اللي كتباع في الزناقي، راه كتكون اغلبيه نايضه غير في واد الحار، هي فاش كتكون موجوده بزاف. هانتوما شفتو في الليمون راه غير الحريقه هي اللي كثيره بزاف، الحريقه قليل فين كتلقى شي شويه ديال البقوله. هانتوما بحال هنايا، يلاه هانتوما عران ديال هانتوما شفتو، يلاه هاد شويه وحده اللي كاينه في بزاف ديال الحريقه. جيسي اسحبني عاد لفت عليك. قليله هادي ما كايناش، ما كايناش تلقاي الحريقه اكثر. علاش الحريقه كتنوض بزاف؟ شي سؤال شي جواب على حد السؤال؟ الحريقه هنا تبارك الله موجوده، راه هي صحيه عندها فوائد زوينه. نتوما شو الحريقه تبارك الله. الاصدقاء ديالي واخا الشتا ما كايناش، راه كاينه شي شويه ديال البقوله بالحق، البقوله نقيه في وسط الليمون. ها الحريقه ها. واخا انتما الاصدقاء ديالي الليمون، حنا ما بغيناش دابا الليمون، بغينا على البقوله. مازال الليمون خاصو شي شويه ديال الطياب. هانتوما الاصدقاء ديالي الليمون
عند الصديقة ديالي، وانا الغرض ديالي غير بهاد البقولة هادي والخبيزة. المهم ما عرفتش كيفاش كتسميوها نتوما، كل واحد وكيفاش كيسميها. ايوا راكم عارفين هاد العام هادي شتا شي شويه ناقصه. ايوا اختكم فاطمه الفلاحه هي كتجمع البقوله، عاوتاني نصيبو بها شي طبيسيل. هانتوما راه نقيه في وسط الليمون، هانتوما شتي البقوله. جينا للخدمه وقلنا علاش ما نشاركوش معكم هذا الفيديو هذا ديال البقوله. تبارك الله البقوله هنايا مع الارض قويه تتسقى بالماء، كتعطي كاينه سميتو البقوله، ولكن البلاصه ديال البور راه ما فيهاش. هانتوما بحال هادي، حيد ليها غير حيد راه طريه. ايوا هذا مكان طبيعه غزاله الصراحه. الله احنا في بلاد الليمون